بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب، طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التفسير من الوحدة الرابعة عشر بعنوان الدلائل على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم تفسير سورة الشعراء من الآية 192 إلى 212. من أهداف هذا الدرس أبناء الطلاب، عليك أن تقرأ الآيات قراءة صحيحة، وأن توضح معاني الكلمات الجديدة، وأن تفسر الآيات تفسيرا سليما، ثم تستنتج بعض الفوائد من الآيات. جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي معجزة تدل على صدقه، وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الكريم الذي لم ينزل الله على الخلائق كتابا أعظم منه، ولذا تحدى الخلق كلهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة أو بحديث مثله، فلم يستطيعوا مع أنه نزل على أمراء البيان وملوك البلاغة وهم العرب، فدل عجزهم على أنه من عند الله. وهناك دلائل أخرى بيّنتها الآيات، فلنصغ لها. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. بعد أن استمعنا أبناء الطلاب إلى الآيات، ننتقل سويا إلى المعاني الكلمات الجديدة. كلمة زبر الأولين أي كتب الأنبياء السابقة، كلمة الأعجمين أي الذين لا يتكلمون العربية، منظرون أي ممهلون مؤخرون. بيّن الله سبحانه وتعالى لنا حقيقة هذا القرآن الذي نزلت فيه هذه القصص العظيمة بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، منزل من عند الله رب الخلق كلهم، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك فتلاه عليك حتى وعيته بقلبك لتكون من المنذرين من رسل الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله، بلسان عربي مبين، نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة مبينة ما يحتاجونه لصلاح معاشهم ومعادهم. وإنه لفي زبر الأولين، وإن ذكر هذا القرآن لمثبت في كتب الأنبياء السابقين، أولم يكف قومك الذين كذبوك علم علماء بني إسرائيل بنبوتك وأن ما جئت به من القرآن حق. ثم بيّن شدة عنادهم فقال ولو نزلناه على بعض الأعجمين الذين لا يتكلمون بالعربية فقرأه عليهم
أي على كفار قريش قراءة عربية صحيحة لكفروا به أيضا، وجاءوا بعذر يعتذرون به على عدم الإيمان. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أدخلناه في قلوب المجرمين جحود القرآن، وصار متمكنا فيهم، وذلك بسبب ظلمهم وإجرامهم، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من إنكار القرآن حتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وعدوا به، فينزل بهم العذاب فجأة وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه، فيقولون: هل نحن منظرون؟ هل نحن ممهلون مؤخرون لنتوب إلى الله من شركنا ونستدرك ما فاتنا؟ يقول الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ أغر هؤلاء إمهالي فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟ أفعلمت أيها الرسول إن متعناهم بالحياة سنين طويلة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، وهو العذاب الذي وعدوا به؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أفادهم ولا أغنى عنهم تمتعهم بطول العمر وطيب العيش. ثم بين سبحانه أنه لم يهلك قرية من الأمم السابقة إلا بعد أن يرسل لهم رسولا يخوفهم عذاب الله، فقال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أي بالإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجة عليهم. ذكرى وما كنا ظالمين، أي تذكرة لهم وتنبيها على ما فيه نجاتهم. وما كنا ظالمين، فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها رسولا. ثم بين الله تعالى كذب الكفار في دعواهم، أن الشياطين نزلت بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وما تنزلت به الشياطين، أن يمتنع عليهم ذلك، ولا يصح من الشياطين ذلك، وما يستطيعونه. ثم بين السبب فقال: إنهم عن السمع لمعزولون، أي قد حجبوا عن استماع القرآن لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى السماء. ننتقل أبنائي الطلاب إلى ما يستفاد من الآيات. أولا، أن القرآن كلام الله نزله على رسوله ليكون هداية للخلق ونذارة من العذاب. ثانيا، سمي جبريل بالروح لأنه ينزل بالوحي الذي هو غذاء الأرواح. ثالثا، ما بعث الله نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فعلى الداعي أن يعرف لسان من يدعوهم ليفهمهم أمر الله. رابعا، أن خبر القرآن موجود في كتب الأنبياء السابقين، وأن علماء أهل الكتاب يعرفونه حقا. كذلك مما يستفاد من الآيات أن من أصر على الكفر والعناد لن تنفع معه الدلائل والبينات مع شدة ظهورها، ولن يتعظ إلا بالقوارع والمهلكات، وحينئذ لا ينفعه إيمانه. في نهاية هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أبناء الطلاب أن يوفقكم وأن يعينكم، وإلى لقاء آخر في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.